شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، الإخوة في قيادة جماعة العدل والإحسان، الحضور الكريم، الأخوات الفاضلات، في الحقيقة لي عظيم الشرف أن أحضر للمرة الثانية على التوالي هذا الحدث العظيم وهذا المجلس المبارك. وعندما طلب مني أو منحني الإخوة المشرفون على تنظيم هذا اللقاء شرف تناول الحديث في حضرتكم، وهو قبل نصف ساعة تقريبا، وهو شرف لا يرد في الحقيقة، ومع ذلك لا الذكرى ولا الحضور الكريم يقبل الارتجال، ولكن اسمحوا لي على هذا الارتجال العفوي على أني أعدكم إن شاء الله إذا طلب مني مسبقا في الذكرى المقبلة أو التي بعد أن أهيئ كلمة مكتوبة تليق بالذكرى وبالحضور الكريم. شدني الشريط الأول الذي عرضه الإخوة مشكورين حول الأستاذ عبد السلام ياسين، وفي الحقيقة هو حول مؤلفات الأستاذ عبد السلام ياسين. وما شدني فيه وهو أن الأستاذ، وهذا كلام دائما يقال في الحقيقة وقيل في الشهادات قبل قليل، وهو أن الأستاذ كان مفكرا من الحجم الكبير للتفكير، وكان رحمه الله لا يشد في ذلك عن قاعدة بعض علماء الأمة ومفكروها وزعماؤها الذين ربطوا نضالهم الميداني بالنضال الفكري، وفي ذلك استحضروا بهذه المناسبة الزعيم علي الفاسي الذي زاوج بين هذا الأمرين، ما بين النضال الميداني والكفاح الميداني وما بين النضال الفكري، والذي يجمع بين الرجلين هو غزارة الإنتاج وقوة الإنغماس في قضايا الأمة وإشكالياتها. النقطة الثانية وهو أنه هذه الدعوات الكريمة هي في الحقيقة محفزة، أنه بعد دعوتكم الكريمة الأولى ذهبت وكان حافزا لنطلع على بعض ما كتبه الأستاذ عبد السلام ياسين، وأزعم أنني قرأت شيئا قليلا فقط مما كتبه، وعندما والفكرة التي فقط القصيرة والمركزة التي أريد أن أقول اليوم، وهو أنه دعامة الحوار عند الأستاذ عبد السلام ياسين قبل وتنظيم هذا اللقاء حول هذا الفكرة الكريمة والقيمة، أنه قبل أن يحاور الأشخاص الفاعلين هو حاور النصوص، حاور الفكر، أهمية هذه الفكرة التي أريد أن أقولها اليوم. وهذا حوار، يعني معظم مؤلفاته هي حوارات، يجوز لنا أن نسميها حوارات. وعندما عرض قبل قليل الرسالة الشهيرة الإسلام أو الطوفان، عندما عدت إلى قراءتها وجدته يحاور أفكار الزعيم علال الفاسي. سأعيد كثيرا اسم الزعيم علال الفاسي لأنه يعني من الزعماء والمفكرين الذين قرأت لهم كثيرا. يحاور فكر الزعيم علال الفاسي في الإسلام أو الطوفان، ولذلك أريد أن أقول بأنه مؤلفات الأستاذ عبد السلام ياسين هي عبارة عن حوارات، عن محاورات، محاورة للمذاهب السياسية الكبرى آنذاك التي كانت سائدة، محاورة للأصول الفكرية للسلطوية أو الاستبداد، كل يعني كما تسمى، لأنه مقارعة يعني الأنظمة أو مقارعة الأفكار غير الديمقراطية لا يتأتى فقط بالعمل الميداني ولكن بالتحليل النظري والفكري وتفكيكها وتعريتها إن اقتضى الحال. والنقطة الثالثة وهو أنه رحمه الله على امتداد مؤلفاته، ولكن ما تيسر لي قراءته على الأقل، نجده يحاور أعلام الفكر، أعلام يعني مفكري الحركة الإسلامية، خصوصا حسن البنا وسيد قطب. لأنتهي فقط إلى نقطة جوهرية، وهو أن ما يستخلص
من معظم كتابات الأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله، وهو أنه اليوم المعضلة في بلادنا كما في بلاد المسلمين وفي العالم الإسلامي أن معظم إشكالياتنا لا ترتبط فقط بالدولة وطبيعة السلطة، وهذه قضايا حقيقية، ولكن أيضا هناك مشاكل مرتبطة بالمجتمع ومرتبطة ببناء الإنسان، ومن هنا يعني يكتسي عامل ومعطى ودعامة التربية في المشروع الفكري للأستاذ عبد السلام ياسين أهميته وراهنيته اليوم في بلادنا. شكرا لكم لدعوتكم الكريمة، وشكرا على هذا الشرف، شرف أن نتناول الكلمة في هذا المجمع المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.